المهرج المجنون قرر يحبسني في بيته، والنهاردة هنحاول نهرب من بيت المهرج المجنون. مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ يب لنا مرزق يا نهرب من بيت الجد، نخش على بيت المهرج. شوف عامل ازاي عنده رعاش، ربنا يستر يا جماعة. طبعا هنظبط كل حاجة، السيتنج مش عارف ايه مدرك ايه. يلا خلي جوستي المفروض هي نورمال. اوكي نورمال صح؟ يب خليها يا جماعة نورمال، جوستي تقريبا مش هيشوفني، خليها عادية. طبعا يا جماعة دعمكم بقى باللايك، وعندنا 5 ايام. مين بيخبط؟ نفس القومة بتاعت الجدة، قلت لكم انا مش مطمن. مين بيخبط؟ كان في حد بيخبط. مين؟ ايوه الله 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 الله، بيبعت بلالين. بصبح عليكم يا جماعه، بقول لكم زرار الاشتراك يعني تحت نص على حولنا الرصاص يا جماعه، نفس اللون. ايه ده؟ ولا بقول لك ايه، خلاص كده يعني حته اكشن كده على السريع. هو بيشتغلنا ولا لا؟ عطانا زي بنزا دي ولا اسمها ايه دي؟ ماشي ما علينا يا جماعه، خدناها. بيت الغريب. اوكي في تاني عندنا؟ الورده بتاعتنا ميته، وعندنا هنا كمان الشجره وشويه حاجات. ايه ده في ايه يا عم؟ خضتني يا عم، انا بص هو في السما صح؟ والله المنظر شكله غريب. يلا مش مشكله نطلع. افتح. طب انا بستخدم دي اهي، يلا مش عايز استخدم. نقعد بقى ندعبس نشوف حاجه. ميوزك بوكس اوكي، وده كمان تمام. ممكن نستخدمها يا جماعة عشان نسحب المهرج، الله أعلم. افتح التاني. طيب اوكي في الطقم والهدوم بتاعته. ايه تاني ممكن نستفاد بيه يا جماعة؟ ايه الكتاب ده؟ اوكي ايه بوك لذيذ اسمه ذا فروج، بيتكلم عن الضفدع، بقاش عن الضفادع. في ايه تاني؟ ايوه ايه دي يا عم؟ انا عارف يا عم، بتاع منها من ورق يا جماعة، مركب من ورق بيستقبل انت كمان. انا بس الفكرة كلها انا عايز افتح الباب ده. ممكن ندعبس بس في الدرج. خد رجل محدد ما فيهوش اي حاجه. ماشي ولا حتى ده؟ ما دي الحاجه الوحيده اللي معايا. قول لا اخي لازم نحطه يعني. كيف تح يا العفاريت دي؟ ماما والله في حاجات يا جماعه، بس الدنيا مكحله، شايف في عيون غريبه موجوده جوه. افتح هنا كمان. اوكي خليني اقفل. طيب علشان في ايه ده؟ هو هنا بيكون في بطه، بس دي حاله سلحفه ليه ولا ايه؟ والله حاجه شكلها غريب. افتح. ماشي وايدي كمان، خلينا دعبس يا جماعه، ممكن نلاقي اي حاجه تفيدنا نقدر نهرب. يا راجل بس كده شويه الكعبله دي. افتح هنا كمان. ما ينفعش، مشكله يا جماعه ان في حاجه تفاصيل كتير. نقدر نفتح دي؟ طيب لا والله، ولا تسليك ولا اي بطيخ. خلينا نشوف. طيب الادراج ولا الادراج؟ وهنا عندنا هنا والله حاجات غريبه موجوده في الحمام. ماشي وهنا طبعا عايزين نشوف. المايه دي مش نظيفه يا جماعه، عايزين ننضفها عشان اكيد اكيد في ادوات من جوه. افتح. يا سلام صورة بابو ومامو ما شاء الله، بابا وابنه الابن السعيد. هو في هدية. اوكي في شوية حاجات لذيذة. حلو كلينر ممتاز، نقدر نستخدمه في الحمام. هو فين الولا؟ والله ما اعرفش يا جماعة، سيبه يزقطط مع نفسه. اقفل بس. خد بص هنا، حط بقى هنا دي ونضفها. يلا ايوه سلام بيرفكتو. هات بس كده 100 100. خدنا المفك. كاتب لي وقت. بتعصب بتعصب بتعصب. اجري 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 استخبى. سمعت صوت من هنا ولا لا؟ اوكي اوكي صفر 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 صفر. اوكي اوكي اجري اجري اجري. جاي 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 جاي. استخبى فين؟ استخبى فين؟ شفتي؟ عايز اخد حاجة من هنا بسرعة يا جدع. ما بياخدش. استنى انا بدور على اي حاجة. المهرج قفشنا يا جماعة. يا لهوي 4 ايام بس. اقول حاجة معايا. طب ممتاز، ده بيدينا فرصة. سكر على الباب تاني. طب مش هتفتح لنا بلالين بقى المرة دي؟ ثواني انا كنت حبست. استنى بقى لازم نفكر يا جماعه، لازم نلعب بذكاء. خلينا دعبس في. ايوه يا رب يا رب لاقي حاجه يكون سايبها لنا. والله مجنون يا جماعه، اضطريت اعيد اضطريت اعيد. والله اجري والله اجري، انا مجنون انا. اوكي 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 خليه يجري يجري. شافني ازاي؟ شفتني ازاي يا جدع؟ شفتني ازاي؟ يا ابني بس انت هتهرب كل مره يقفشني يا جماعه. اوكي عندنا 4 ايام تانيين. ايوه اهو المفتاح،
اخيرا. طب حط لي مفتاح مكان الطعام. اوكي، خدت الحاجه، يلا حط بقى ده كده سريعا، افتح. ممتاز، يعني هو مجرد ما يسمع الصوت هيجري. احنا بقى عايزين الحاجه علشان نستخدمها هنا. اوكي خلي بالك دي اللي بتعمل صوت. ولا لا، حاجات غريبه والله. قطعة لحم وقاعد بيتغذى، ما شاء الله عليك. وده كمان. اوكي كابتن، امشي هنا عشان اعمل الصوت صح تقريبا. يا جماعه الصوت هنا المفروض هيوتره فهيخليه يجي يتعصب ويطلع من مكان. طب احنا عايزين نخليه يسحب. انا سحبت، هيفتح هيلف وشه والله مش هيسيبني. طب بصوا خلينا ندعبس كده شويه، يب ممكن نلاقي حاجه تفيدنا غير الادوات التانيه. افتح. بس خلي الباشا انت كده قاعد جوه، انا هروح كده يا معلم استخدم الحاجه. بس كده بيرفكتو، حط بسرعه. ناخد بقى الحاجه المره دي وهكون بقى ايه اسرع المره اللي فاتت. يلا ممتاز. وهي خشبه تعملي صوت. دي حاسه بيا والله. تحول كلب بلدي. اول ما يجري هنقوم ونجري احنا في الاوضه بتاعته. كان بيشايك المفتري. بس لا لا لا، اجري. قفشنا حرفيا. تصدق ما فيش ارخم منك. طب استنوا بقى، احنا كده جبنا فيوز، هيبقى عندنا ايه تاني؟ وعندنا اوكي، انا في حاجه شاكك فيها، عايز اروح اشيك عليها. خلينا نفتح بس ندور، مفيش حاجه هنا. طيب اهم حاجه بس المفتاح اللي طلعنا. حلاوه، فين المفتاح؟ ايوه الحمد لله، مخبيه في حته خبيثه. ناخد بقى المفتاح. تاز، يلا ولا البنزه الغريبه دي نحط هنا. عندي خطه عبقريه يا جماعه، مش قوي يعني، احنا ما شفناش عندها بصراحه عشان ما كانتش معانا. خلينا نجرب هنا. تمشي. الله 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 الله، ممتاز. في ايه تاني؟ تمام، جات لنا بتاعت المزيكا. طب معنى كده احنا هنروح له تاني. طب استنى قبل ما نروح، احنا كده هنروح في ايه تاني عنده ممكن نلاقيه؟ بس احنا ممكن نحط الحاجه هنا يا جماعه فتعمل المزيكا فالكابتن يجي. اوكي ممكن تطلع لنا حاجه. طب خلينا نحط بس ونشوف. يا فضحتي. انجز يا طلع حاجه. ايه يا عنكب بتبص علينا قليل الادب. اوه افتح. ممتاز شغلها. ينفع؟ ايوه تعالي. صح. اجري. بدا يتعصب، بدا يتعفرط. طب انا ممكن اخش في الاوضه اللي جوه دي، ايه رايكم؟ اوكي خليني انا كده مع نفسي. اوكي بس حط الفيوز. ممتاز، 100 كده يا جماعه راح يشيك هو. احنا كده يفصل. وفي كود تاني هنا، في كود شايفينه. اوكي ماشي ما سمعنيش. ما المفروض بقى الكهرباء تشتغل، احنا المفروض حطينا الفيوز كله تمام والمفروض الكهرباء تكون شغاله يا جماعه. يعني صعب الكابتن يعمل لنا حاجه. احنا كده جبنا الفيوز وحطينا الحاجه هنا المفروض تبقى شغاله. خلينا ندعبس كده ايه في الحاجات دي، ممكن يطلع لنا بحاجه مفيده. انا عايز اعرف فين البطه يا جماعه. يب البطه بقى فين؟ عايزين ندور على البطابيطه. ممكن لا ما دخلناش الاوضه دي. حلو بس كده. اوكي تقريبا ده في الحاجه اللي موجوده عنده هناك. طب ما ده حوار كده، لازم نسحبه يا جماعه. اوكي اجري. يلا بسرعه. يا رب ما يشوفني. ممتاز. انجز. يا لهوي. جاي. ما شافنيش. ممتاز. قطة
اتلخبطت يا جماعه والله كنت قلت هيقفشني الحمد لله اتعطل في حاجه سيبكم منه بقى افتح ده فتح ده ولا لا كي خلينا ماشيين زي ما احنا تمام دي بقى ممكن نحطها في الجزء اللي فين اللي هنا لما كنت بفتح الدرج يا جماعه في هنا حاجه محمره اوكي خلينا نجرب سلام ايه ده في صوت صح الله الله ولا عجب يا جليل الادب سبايدر مان سبايدي اكل واتغزى ها فيش حاجه علينا طيب يا سبايدي قاعد بياكل ماشي يا معلم حقك حذف حاجه صح اوكي حذف لنا الفيلم تمام كده بقى ناقصنا حاجه نعرض عليها الفيلم يا جماعه خليني طيب ادور ممكن نلاقي فين دورت في الباسكت دي يب وينفع ندور تاني ينفعش والله اخ ينفعش تمام طب خلينا نجرب طيب نحاول نحط الحاجه دي الاول ممتاز كده ناقصنا الحاجه اللي نقدر نعرض عليها بصراحه مش لاقي يا جماعه خلينا دعبس لو عند المهرج انا مش ناقص بصراحه يا رب ما تكونش عنده في باسكت هنا ايوه ممتاز دور فيها ينفعش اصلا اقرب لها طب فين 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 تاني خلينا ندور طيب في اي حته يمكن نلاقي حاجه نقدر نستخدمها شكل الكابتن كان قاعد بياكل بيتغذى مش فاضلنا للكلام ده احنا كده هنضطر نسحبه يب هنضطر نسحبه عشان نقدر نفتح الحاجه ونجرب لان دي اخر باسكت عندنا واكيد لا ما اظنش يا جماعه لازم نشغلها يلا يلا اشتغل اشتغل يا ارجوك اصحى اجري يا معلم هنضطر نخش تاني اصرخ يا حبيبي هو احنا ممكن ناخد دي ما اظنش اقعد ممتاز يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يلحق يا رب يلحق انا بطيء قوي الشخصيه مش طبيعيه يلا انجز 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 ايوه ممتاز يا رب يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني قاعد بيشيك بس 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 الحمد لله والله يوتر يا جماعه اخيرا خلصنا المجنون هنبدا بقى ندي نحطها لا لا ثواني انا رحت فين فانا اوضه ايوه الاوضه دي هي واتجاهها هنا ينفع اه والله سامسونج ما هو سامسونج معايا ممتاز نقدر بقى نشغلها حلو اوكي 8 3 2 5 حلو اعوذ بالله انا اتعمل لي كمين ولا ايه الله 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 دي صحيت يا جماعه والله شكل العروسه هي اللي فنت بص عين العروسه اتحولت والتانية ما شاء الله مكمله ربنا يا اسطى شكلها هتتحول نينا الشريره ايوه وبعدين في صوت غريب بتعمل ايه اعوذ بالله انت كنت بتبص علينا بالصوره بس الحمد لله ما حصلش حاجه يا لهوي شكلها هيخض يا جماعه والتانيه قاعده بتراقبنا اتحولت صح والله عروسه غريبه بصوا هنا يا جماعه بتبص قاعده بتراقبنا انت كمان والله يا غريبه شكلها بتفتح علينا على المهرج نطلع احنا المكان الملعون ده يب المهرج مش مختار اي مكان انا رجعت هنا في الاوضه بتاعتي لا انا عايز ارجع للاوضه التانيه خليك انت مع بابو بتاعك نفتح 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 الكود كان نستخدم الكود يا رب ده يكون اخر حاجه يا لهوي ده لسه الله 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 لا 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 جاي اوه لا بقول لك كيف استاصل هبل ها انت بتعمل ايه يا جدع هلا يا جدعان تنين اجري 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 يلا 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 بسرعه 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 من المنشار انجز لازم نستنى دي يا جماعه يا وراكي لا حرام عليكي جت في الزمن يا معدي كيكي يلا يلا واحده كمان بسرعه استنى عمال منشار استنى اجري تاز يا لهوي على كميه الكوتينه يلا 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 افتح 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 الباب
الباب بتاع الباب. البيبان كله يا لهوي يا جماعة محدش يخسر. ايه ده الهبل ده؟ مين ده؟ اوكي تبعت لنا رسائل. ها يا خميس والله يا جماعه لعبه لذيذه فيها اكشن ومغامرات. يا رب تكونوا استمتعتوا بفيديو النهارده. شكرا لكم جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.